جاهلا أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصار نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه في كل مكان؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا اهلا يا هلال، اهلا مرحب كيف الحال، اهلا برمضان وايام رمضان الجميلة المباركة علينا. ربنا يجعل شهر مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والسعادة الدائمة يا رب، اللهم امين. انا جاي النهاردة اقول لكل حبايبي في كل مكان كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير والسعادة يا رب. بقول لجوزي وولادي وحبايبي وعيلتي كلهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. بقول لوالدي ووالدتي واخواتي كل سنة وانتم طيبين وبالصحة والعافية يا رب، وربنا يخليكم ليا وتبقى ايام سعيدة علينا وعليكم بالخير يا رب. بقول لكل حبايبي وعيلتي اللي على القناة واحسن ناس واجدع ناس واجمل ناس عرفتهم على القناة كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي في كل مكان، كل العالم العربي والوطن العربي والأمة الإسلامية. بقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، ربنا يعيده علينا وعليكم بالصحة والعافية والبركة يا رب، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين. وكمان واحد
يا بلبلة 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 عيني يا نانا يا نانا يا نانا يا وادي ندرنا على كده بسلامتك صايمة من قبل ما تتولي بصور.